روسيا تدخل في الشأن الليبي بقوة وما تخليش مجال للدول. كلمات ألقاها ولم يلق لها بالا، لغة يحكي بها الرجل لم تثر استغرابا، في زمن يمر فيه الوطن بانعدام الوطنية، في ظل تدافع خارجي على خيرات البلاد ونهب لثرواته. عضو مجلس النواب بدر العقيبي يلقي بكلمات استجداء وتوصل وصفها مغردون بأنها تحكي كارثة فكرية يمر بها نواب الشعب. الناشط المدني علي العسبلي في تعليق له على الفيديو يقول: كل شيء دس إلا لهبال. أحمد الحديد قال: روح بي والله عمر ما مرت عليه ألف با سياسة من أولها شطح نقز باع وطنا. فيما علق حميد رحيل بلغة متهكمة: بنعرف كلمة ما تخليش، كيف فهمها المترجم؟ وآخر علق بأنها كارثة بكل المقاييس. قال الشيخ محمد بن زايد له التحية في هذا اليوم هذا الكلام: نحن حلالنا حلالك ووفى وكف. لا شك بأن هذه المطالبات لم تكن الأولى من قبل مجلس النواب القابع في طبرق، فقد سبقه إليها رئيس المجلس عقيلة صالح معلنا في تصريح له أن دولا عربية كانت لها اليد الطولى في عملية الكرامة. تفاخر واستقواء بالأجنبي، لغة دارجة على لسان عقيلة ونواب لم تفارقهم طيلة أربعة أعوام مضت. يدخلوا والله يعملوا معسكرات في مصر والله يعملوا معسكرات في ليبيا والله. البلد كانت مفتوحة ثلاث سنوات بيعملوا معسكرات، طائرات تجي بتدخل بدون تأشيرة بدون إذن حتى. قائد ميليشيات الكرامة كان له السبق في التصريحات، ففي يونيو 2014 كشف عن التدخل المصري في ليبيا وأنه معه حتى لو كان في غير صالح البلاد على حد قوله. ليبيا اليوم أصبحت مساحة للتدخلات الخارجية، بل ساحة حرب بالنيابة في بعض الأحيان حسب ما يراها مراقبون للشأن المحلي. بل وزادت هذه التدخلات السلبية من تأجيج الصراع في البلاد بدعم بعض الدول الإقليمية والدولية لطرف على آخر.